أخبار اليوم. ممكن يبقى مجمع للمصالح الحكومية زي مجمع التحرير كده كبير، يبقى بدل المجمع القديم ده والسلالم المتهالكة يتنقل هنا ويبقى زي المجمع بالظبط. نخليه حاجة كده لثورة 30/6، يعني حاجة تسعد الشعب، مش حاجة كانت بتمصف دم الشعب. ممكن يبقى جنينة، ممكن يبقى فندق، ممكن هيخش المتحف. بقترح والله مكان الحزب الوطني القديم نتعمل حديقة عامة، تبقى للشعب مفتوحة كلها يعني، وتبقى ممكن تكون برضو مزار سياحي فيها برضو بعض اللافتات اللي موجودة الأثناء اللي حصلت أثناء الثورة، أسماء الشهداء برضو موجودين فيها. إذا فندق أو جنينة أو جراج برك يفك الزنقة شوية، في أمانة أو حاجة تفيد الشباب، بمعنى أن أي شاب عنده يجي هنا يسجل اسمه ويسجل بياناته ويحب يشتغل في ايه، واللي مش لاقي شغل يكتب بياناته كلها وتيجي الدولة هنا تدرس البيانات دي في الكمبيوتر، ولما يكون في وظائف لأماكن معينة خاصة بالشباب يتعينوا الشباب فيها، زائد ان هم يتعمل لهم مراكز للتدريب ورفع مستوى وكفاءة الشباب. حاجة ما تنفع البلد يعني، فندق، مصنع، اي حاجه يعني في منطقه كويسه يعني مش وحشه يعني. مكان حكومي يفيد البلد اكتر، بس هو لو عملوا مكان حكومي تاني هنا بالنسبه مثلا اي حاجه هيبقى فيه زحمه المكان، بس هو لو اي حاجه بس ما تكونش فيها ورق وحاجات تطلب الناس اللي هي زي مجمع التحرير وكده هيبقى في زحمه في المكان اكتر. تعمل فندق بقى جميل للرياضيين على الاقل، حتى اللي هم بيجوا في الدورات ما بنبقاش لاقيين أماكن إقامة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن احنا النهاردة لما بيبقى في دورات في القاهرة بتروح في الفنادق الخمس نجوم بتكلف أعباء مالية كبيرة جدا، ده بتاع الدولة. يتعمل فندق للرياضيين بمستوى راقي للفرق اللي بتجيلك، خدت بالك، يوفر للدولة وتبقى استفدت منه، يكون مستغل بشكل أفضل يعني، حاجة تجيب دخل يعني. لو هو هيعمل حديقة عامة مكانه مش هتجيب دخل أو تنشط استثمار أو سياحة أو اقتصاد أو خلاص مش عايزينها. لو هو مكانه الحزب نفسه هيرجع حزب ويبقى إفادة اقتصادية مفيش مانع، هيبقى فندق زي اللي جنبه مفيش مانع، هيبقى حديقة عامة ويجيب دخل مفيش مانع، خصوصا إن موقعه استراتيجي يعني. يتعمل كشكل معماري يعني أثري، وأي يعني أي قطع أثرية موجودة على مستوى الجمهورية ممكن تيجي وتنضم للمتحف، واكيد في حاجات كتير قوي مش موجوده في المتحف ممكن نستغل منطقه زي كده او مكان زي دوت ان هو يبقى متحف يعني، وده الافضل والانسب يعني، عشان ان انت تجيب وزاره او تجيب وزارات تخليها في منطقه زي كده صعبه جدا، انما لما يكون تابع للمتحف دي حاجه كويسه جدا وده احسن طبعا.